الحقيقة بما ان السودان شعبها اكثر دراية بها، خلوني ارحب بضيفي على سكايب الاستاذ عامر حسبه المحلل السياسي. استاذ عامر اهلا بك معانا في ايه الحكاية. اهلا وسهلا بكم واهلا بالمشاهد الكريم. اهلا بيك استاذ عامر. استاذ عامر، حضرتك شفت ازاي التصريحات اللي طلع بيها حمدتي مع قناه البي بي سي، واللي بيصف الانقلاب العسكري بانه الفاشل وانه خروج العسكر من المشهد سيتسبب في نهضه السودان؟ نعم سيدتي، قد اصطدم الشعب السوداني امبارح في تصريح ل الرجل الثاني في الدولة السودانية السيد محمد حمدان دقلو، حينما استضيف في قناة البي بي سي وهو يتحدث ويكون يعني شاهد عيان بما حدث. فاعتراف السيد حمدتي بفشل هذه الانقلاب هذا أمر مثير للسخرية وأمر مثير للجدل، لأن الشعب السوداني بطبيعة الحال شعب واعي وشعب فاهم ولا يريد من حمدتي بالتزكية أو أن يخرج الآن بعد 10 أشهر من الانقلاب وقتل المدنيين وتعذيبهم وانقلاب الديمقراطية والشرعية أن يتحدث بمثل ما تحدث به يوم أمس. لكن في طبيعة الحال إن هنالك إشكالات كبيرة جدا تمر في الانقلابيون أنفسهم، وهو ظهر وكأنه يحمل البرهان رئيس مجلس السيادة أو رئيس الانقلاب بأنه فشل في إدارة الجيش، وأيضا فشل في إدارة الانقلاب نفسه، وأيضا فشل في إدارة الدولة. لذلك لا يعني ليست بغريب بحمدتي أن يخرج الآن وقد يصب جم غضبه أن الانقلاب فاشل، وأيضا الأحوال الاقتصادية والأمنية والإنسانية قد ساعد في دولة السودان، فهذا من فعل أعمالهم الذي الآن قد انقلب عليهم ولم يجد أي مفر لسيد حمدتي سوى أن يذهب إلى دارفور. وحينما ذهب إلى دارفور في الشهر الماضي قد رأى بأم عينه ما فعلت أيداه وقواته من خطل وتدمير للبنية التحتية وتدمير الإنسان الدارفوري، وقد عاد وهو حزين إلى العاصمة الإدارية في الخرطوم، وقد مكث بها بعد أيام ثم عاد بصورة ثانية. وفي هذا الإطار أراد أن يلمع نفسه أو بالأحرى أن يشتري بعض الزمم من العشائر والمشايخ والأمد لكي ينصبوه هو كرجل السلام، وأيضا قد ظهر لبعض السودانيين أنه هو الرجل الصادق، الرجل لا يكذب، الرجل الذي يعني يريد مصلحة السودان. فهنا إن حمدتي والبرهان هم الذين نفذوا فض الاعتصام والذين خطلوا الثوار ورموا بجسد الثوار في النيل، وأيضا هم الذين بادروا بمشاكل الشرق شرق السودان وقد قفلوا الميناء لأكثر من مرة، وأيضا الجرائم الكبرى وأخرتها الأسبوع المنصرم حينما حدث هنالك خطل يعني لاختطال لبعض القبائل في النيل الأزرق، وهذا هم سلطة الانقلاب هم الذين يحملون الفشل الذي حدث في السودان في خلال 10 أشهر الذي بدت به الانقلاب. وحينما خرجوا في 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 القنوات الإعلامية والدولية ينددون ويقولون أنهم هذا خطوة تصحيحية، كيف يكون هنالك خطوة تصحيحية في هنا حينما خرج الرجل الثاني والآن يكذب السلطة الانقلابية من البرهان إلى المجلس السيادي إلى كل الطاقم الوزاري بأنهم ليسوا إلا وهم أزبال من المرتزقة والانقلابيين الذين دمروا السودان حينما بدت الثورة والعهد الديمقراطي، ونرى هنالك تنمية، هناك تخفيض من هنالك يعني انسباب في الأمن، وأيضا هنالك يعني شرح كبير جدا جدا من. طب استاذ عامر، احنا نقدر نقول ان تصريحات حمدتي نقدر نسميها انها انقلاب على الانقلاب، بما ان الاثنين يمتلكوا قوه عسكريه لكن واحده رسميه وواحده غير رسميه، هل نقدر نقول ان ده انقلاب على الانقلاب العسكري؟
ولو حدث فيكون في صالح مين؟ يعني الموقف الجديد لحميدتي يقع في صالح المقاومة في السودان والثوار في السودان والشعب السوداني، ولا يقع في مصلحته ومصلحة العسكر مرة أخرى؟ أتفق معك كثيرا إن حميدتي الآن رجل، أصبح رجل غوي في السودان، الرجل الأقوى في السودان، وأقوى من غزيلة السودان هو حميدتي نفسه، لأنه حميدتي يمتلك مناجم الذهب، حميدتي يمتلك القوة، حميدتي يمتلك العتاد، ولكن لا يعني يوجد لحميدتي الأغلية الذي ممكن له أن يحكم السودان أو أن يدخل في انتخابات حرة ونزيهة لكي ينصف. لكن ما عاد به حميدتي والآن هو موجود في غرب البلاد في إقليم دارفور، بدأ بشراء الزمم، وهذا أسوأ ما يمكن حينما يكون لأي قائد انقلابي أو جنجويتي بمثل أفعال الذي فعل به حميدتي، ورجل يتمتع بأموال وسلطة وهكذا، ممكن يبيع الزمم، لكن لا يمكن أن يحصل على شرعية من الشعب السوداني لكي ينصب يوما بديلا لخصومه مثل البرهان. ان حميدتي في رسائله هذا في المقابل الذي اجراه يوم امس، حميدتي تفرغ لكثير من القضايا الاقليميه الذي يخص المجتمع الاقليمي ودول الجوار وايضا الشارع السوداني، لكن بكل الاحوال حميدتي الان يريد ان يتراوغ لكي يكون يجد مزيد من الشرعية من الشارع السوداني لكي يدخل في انتخابات، وربما يفضل أن يحكم السودان. لكن ما أسف الآن وأيضا في إشارات لحميدتي، هنالك مشكلة حقيقية تمر بها الشركاء، سواء كان على مستوى اتفاقية جوبا أو مجلس السيادة أو إدارة الدولة، وأيضا البرهان والجيش يمرون بأسوأ مراحلهم في هذه المرحلة، وبرهان أيضا قد شعر حميدتي قد شعر بهذا الانفلات وهذا الخسارة أو التدمير، وأيضا الوضع العام في السودان. لذلك عاد ليرتب أدراجه مرة ثانية في دارفور، والآن هو موجود هناك، وأن يأتي إلى الخرطوم كرجل للسلام وكبديل شرعي، لكن هذا ربما يجده من بعد ضعاف النفوس. لكن الشعب السوداني والثوار لم يمكن أن يشتروا شرعيتهم أو يأتوا شرعيتهم لشخص كحميدتي الذي قتل شعب دارفور، وأيضا فضل الاعتصام، وأيضا برز بوادر فتن كثيرة في شرق السودان وفي جنوب في جبال النوبة، وأيضا في جزء وحتى في داخل العاصمة، وأيضا لديه مغولة شهيرة جدا، وهنما بدأ يحدد الشعب السوداني إن حصلت كارثة فإن العاصمة القومية لن ينام فيها، وهذه العمارات الباحظة الثمن سوف يكون ما يعني مأوى إلى القطط أو الكدائس. لذلك حميدتي الآن سوف يتحدث كما يتحدث، لكن لن يجد الشرعية المطلقة من الشعب السوداني لكي يحكم السودان، بما أنه الوضع الراهن في السودان متدهور تماما في الوضع العلمي، في الوضع الصحي، في الوضع الاقتصادي، في الوضع الاجتماعي، وكل الأوضاع في السودان الآن سيئة. لذلك خطة حميدتي الآن بأن يكون هنالك بديل، ولا يرى بديل في السودان سوى هو بمرتزقته ما يسمى الجنجويد، ليكون هم البدائل المقبلة للشعب السوداني. هذا لم يكن. الجانب الآخر أيضا حميدتي قد انتبه حينما أغدى آخر اجتماع في المملكة العربية في مدينة جدة، وقد ضم رؤساء من عمراء من دول الخليج، وأيضا قد زار وقد تحدث أيضا عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، وقد تنوه أيضا بالميليشيات والتحديد الغائم في الدول الإفريقية المجاورة، وإن جمهورية مصر لن يسمح بمثل هذه الانفلات الأمن الخطير من الجيوش الغير نظامية والحركات المسلحة. فأيضا حميدتي لديه بعض من العوان ولديه بعض من الادفايزرز اللي هم بيحاولوا أن ينبهوه أعمل هكذا وسوي هكذا، لكن حميدتي بطبيعة الحال قد أدرك اللعبة السياسية وأراد أن يخرج بمنظر آخر لكي يقود السودان ربما، لكن لن يجد ذلك الحلم في الوضع الراهن، لأنه يده ملطخ بالدماء، وأيضا دماء الأبرياء والثوار والوضع الراهن هم
هو جزء من الانقلاب، هو جزء طبعا من الانقلاب وجزء مما حدث وجزء يعني من إسالة دماء السودانيين في الشوارع. نتمنى فعلا ان الشعب السوداني يكون على نفس الموقف وعلى نفس الثبات زي ما حضرتك أشرت، والسلامة اللي بنتمناها طبعا للسودان شعبا ودولة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عامر حسب المحلل السياسي.